أتابع معكم مشاهدينا الكرام وصول سمو الشيخ أحمد بن عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين على رأس وفد بلاده للمشاركة في قمة البحرين. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع هذه المشاهد الحية لوصول القادة العرب إلى مملكة البحرين. ونتابع معكم مشاهدينا الكرام وصول سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي مترأسا وفد بلاده للقمة العربية 33. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم. وترتبط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت بعلاقات أخوية وتاريخية متميزة غرس جذورها الآباء والأجداد حتى انصهرت في بوتقة واحدة جمعت التاريخ والجغرافيا وسمات الإرث الثقافي والحضاري والاجتماعي. وتعكس زيارة الدولة الأخيرة في فبراير